القدس تي في، عيش الخبر أينما كنت. في أجواء اللحظات الأخيرة لوداع شهيد لقمة العيش أكرم بدر، خرجت قرية بيت اللو غربي رام الله بموكب جنائزي مهيب لتشييع شهيد القرية إلى مثواه الأخير. أكرم شهيد، وما شاء الله الشباب هذول كلهم إخوان أكرم، وكلهم أكرم، والله يبارك فيهم. وأنا والله رفعوا راسي فيهم. وسط هتافات منددة بجرائم الاحتلال وجيشه، انطلق موكب التشييع من أمام مسجد البلدة باتجاه مسقط رأس الشهيد، ثم إلى المقبرة ليوارى الثرى. أكرم يعني لما بك نازل على الشغل، مش بك نازل حارب ولا بك نازل لا سمح الله يسرك، بك نازل يجاهد في سبيل كوت أولاده، والحمد لله رب العالمين يعني طلب الشهادة ونالها من فضل الله تعالى. ومفخرة لأهل بتلو جميعها أنه ينزل منها شهيد على باب القدس. وكان الشهيد قد وصل إلى مجمع رام الله الحكومي بعد إصابته بعيار ناري متفجر أطلقه عليه جنود الاحتلال فجرا أثناء محاولته وعدد من العمال الآخرين الوصول إلى مكان عملهم في القدس المحتلة. ليس مستغرب، ولن نقول نجب ونستنكر، فيجب أن يشعر كل العالم بالعار تجاه هذه الممارسات المتكررة من الاحتلال الإسرائيلي. أول جندي طبل على السيارة، وقف وقف ما رضيش وقف، دفع الجندي الأول، دفع الجندي الثاني عن اليمين، الجندي الثالث فتح الباب والسيارة ماشية، كنت الجندي اللي ورا صار طخ على السيارة، واللي على البرد صار طخ، وفي أخرى واحد بكى على قاعد في غرفة برضو بلش طخ، نخلوا السيارة علينا. شهيد لقمة العيش الذي قتل على أحد الحواجز الاحتلالية يعيد فتح ملف هذه الحواجز ومدى قانونيتها أمام المؤسسات الحقوقية والدولية. لا يكفي هذه الحواجز المنتشرة حول مدينة القدس دورها في التضييق على المواطنين وعرقلة حركتهم، بل تحولت إلى مربعات أمنية تستهدف حياة المواطنين الفلسطينيين بدم بارد. من حاجز قلنديا قضاء مدينة القدس، حمزة السلايمي، تلفزيون القدس. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، يوتيوب وتويتر.